ويا بهسه وصلنا للفندق. هسه حاليا الساعه نشوف الساعه بيش ساعه بالخمسة وثلث، خمسة وثلث وصلنا الفندق. الفندق طبعا حلو ديكوره، اروي لكم اياه هسه. المهم هاي الاطلاله مالته، احنا الطابق الخامس. للو مالتنا الحلوه مالتي، للو يوم هلو هلو ها يا مالتي. يلا هسه وصلنا الفندق، وهذا اسمه فندق. هذا يريد يجي لهنا، يريد يحجز شيء هنا بهامبورغ. اطلاله كلش حلوه بيه، والجو شويه مغيم اليوم، ما عنداش الحراره 20. هاي الجو مال الفندق، جراج بيه مال السيارات. يلا هسه شو نسوي؟ ندخلكم شوفكم الداخل. هذا الداخل مال الفندق. هاي الترابي هنا اثنين، ووحدة مال يوسف هنا. هنا اكو ميز حاطينه وهالسوالف، طبعا باسورد الرقم مالته وهالسوالف. هنا اكو التنتور يصير. شوف الحمام مالتهم شلونه، هذا الحمام مالتهم. لازم تدوس يوسف تعصره من فوق، شاور بي يعني شي على شي زين. هذا تدوسه لازم حبيبي. ساعة حاليا بالسبعة، معزومين ببيت هو العروس اللي احنا اللي خطبناها، طبعا ساعة حفلة. فهسه رايحين لهم معزمين على العشاء، راح اروح اني وعائلة شيف وليد طبعا، وعائلتي اكيد وياي همين. فيلا نشوف اجواء شنو ناكل، حيسوي لنا اكل، هنشكل اكل خلينا نشوف ايش حيسوي لنا. يلا نجرب الاكل التركي. الاكل التركي شو شلون هم ايش يقدمون بالاكل، مثل عادات تقاليدنا لو شلون يعني. يلا خلينا نشوف. طبعا هاي رايحين شيف وليد قدامي هسه، نروح للبيت. والجو كلش حلو صار، طلعت الشمس ودرجة الحرارة 20. يلا خلي نكمل الاجواء سوية. هاي هامبورغ شوية قطعة من عندها. شوف وليد عافي وراح، الاشارة في العالم عافي وراح. يلا والله بس احنا عندنا جي بي اس معتمدين عليه على الجي بي اس. الحلوة باعوا شنو حلوة مالتي نايمة يما القلب مالي، والحلو مالتي هي يا يوسف. يلا هسه وصلنا طبعا بيت العروس يصير هناك. يا طاير هذا البيت، هاي البنايه هناك صاير زين. يلا هسه نروح سويا حجي شيف وليد ونروح سويا. العريس مالك مو وليد عريسنا، لا هذا عريسنا. يابا وصل، وهسه رايحين للبيت العروس. بس راح نسوي عزمينه طبعا مثل ما قلت لكم على الغداء، على العشاء. غداء عشاء صار هذا غداء عشاء الساعه 8. المهم يلا اجواء حلوه ان شاء الله، وشوي شوي راح نصور لكم اكثر واكثر. خليكم ويانا. ما مشترك بالقناة، ما مشترك بالقناة خليه يشترك قناتي، قناة شيف وليد ادعموه، ما بيكم ما بيكم، اخوتي اخوتي. يلا قعدنا وبعد شوية راح يجيبون، خلينا نشوف شوف الخبز مالتهم شلون يصير غير شكل. هذا بيديهم طبعا يسووه، قالوا هذا الخبز يسووه بيديهم، فاعرف شلونه. هذا كله شغل ايد هذا. هاي الشوربه جابوا لنا هنا شوربه، هاي مال معكرونه. طبعا هاي الشوربه انا مسويها على فكره، تكتبوا معكرونه شوربه المعكرونه من الشيف سنان العبيدي حتلقوها موجوده نفسها بالضبط مسويها يعني. طيبه. وهذا عريسنا، هيات عريسنا. طبعا بعد ما خلصنا الشوربه ياخذوها من عندنا، يعطونا يصبون لنا فاصوليا. شوفوا حاطين ثلاث ماي، واحد فوق الاخ كان. شوف شلون هذا هيك. اكلنا الفاصوليا حاليا، ذوقها مالتهم كلش طيبه. طبعا وليد شلون الفاصوليا؟ طيبه مو؟ لا ما كلهم مثلنا ترى، مثلنا بالضبط، بس ناقصها شوي ملح كان. ملح جيع على ضغط. وهذا جابوا لنا هسه، خلصنا فاصوليا، تمن بازاليا جزر ويا اي ويا هذا الفخذ ومشوي عندي، كتبوا فخذ مشويه من الشيف سنان العبيدي. هذا ابو الوي شلون الوضع تمام؟ ماشي شكل على البايسكل 100 100. يلا عافية دوس. يا ابو هاي كنا خلصنا. ها ابو الوي ابو الوي شو بعد؟ تمام التمام 100 100. والله انا فولت. الله يعافيك. فرحانه بالعريس، عريسنا. شوف شلون فرحانه، شوف 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 الا شلون فرحانه فيك. هلا 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 هلا. يلا للو صفاقه، يلا يلا هاي جوري وياها.
يلا يابا هنا قلت له يقولون يريد نشوف العروس شلونها، قال بالنيشان نصور. يابا السلام عليكم، كل عام وانتم بخير، صحة وسلامة من العايدين، موفقين ان شاء الله تحقيق الاماني. حبيبي تسلم تسلم، ويحفظكم ويسلمكم ويسر عليكم يا رب، وان شاء الله الله يسلمك يابا. ان شاء الله يعني يوم السبت صادف النيشان مالتي، وان شاء الله تشوفون العروس تشوفون العريس يا دعم موجودين ان شاء الله ان شاء الله، وتنسون اللايك والاشتراك بالقناة. اي والله والله امشي يلا خليكم ويانا تحياتنا اصدقائنا. المهم خلصنا من هنا، كان يعني ضيافه كلش حلوه مالتهم، فناس هيك تحسهم هذول الناس طيبين، شلون بغداديين بالضبط وقديمين، يعني العراقيين قصدي القديمين، هيك نفس اجواءنا في العراق قبل الموبايل قبل الشيء، فشيء كلش حلو كان، تونسنا كلش وياهم. وهسه احنا بالمصعد راجعين بالفندق، ف يعني نقول لكم لا تنسون دائما باكر راح نصور لكم اكثر واكثر، نصور لكم شلون المكان وشلون الوضع الهامبورغ، نصور لكم اياها بعد اكثر، يعني راح نخليكم تعيشوا ويانا اللحظه. اوكي فالمهم السقايه اريد من عندكم اشتراك بقناتي، ما مشترك خليه يشترك ويفعل الجرس حتى يوصل اشعار كل جديد. عقب باكر راح يصير الخطوبه، راح يصير المهر والنيشان وهالسوالف، راح اصور لكم اياها ان شاء الله. واكو هنا مربعين صغار، مربع قناتي ابن يوسف ومربع قناتي، اتمنى اشتراك بقناتي ابن يوسف واشتراك بقناتي، ونقول لكم مع الف سلامه، تصبحون على خير، حاليا بالفندق. باي، بس باكر راح نلتقي فيديو جديد.